في جميع القوانين جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. لن يكتفوا بذلك، فراح قطعان المستوطنين المنتشرون في أرضنا الفلسطينية يشنون اعتداءاتهم من شمال البلاد إلى جنوبها على المدن الفلسطينية والقرى والأرياف والمخيمات والأغوار، ظانين أنهم بأعمالهم هذه يرهبون هذا الشعب. وما دروا أن شعبنا المرابط الصابر لا يرهبه إرهاب المستوطنين ولا يخيفه إرهاب الدولة المنظم، فهو صاحب الحق في هذه الديار، وهو سادن المقدسات في هذه الديار، وهو وارث التاريخ والحضارة والأمين على الدين في هذه الديار. فما خطر في باله ونفسه في سابق الأيام ولا في حاضرها، وبالتأكيد في مستقبلها، أن يغادر هذه الديار. فهذه أمانة الله سبحانه وتعالى، وأمانة رسوله الأعظم صلى الله عليه وسلم، وأمانة الصابرين والمجاهدين من الصحابة الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، يا أبناء ديار الإسراء والمعراج، إنه كلما ازدادت هجمة المستوطنين على أبناء شعبنا، وكلما حاول الاحتلال أن يزيد في إسلاميتها وتاريخها وعهودتها. نعم أيها الشعب الكريم المرابط، هكذا هو عودكم، فقد خاب العدو في امتحاناته جميعها وفي ابتلاءاته ومحنه جميعها. وما ترى أن كنانة الإسلام كنتم دائما أشد أعوادها عودا. أيها المسلمون، يا أبناء أرض الإسراء والمعراج، ولم يكتف الاحتلال وقطعان المستوطنين بهذه الهجمة الشرسة على أبناء شعبنا في محاولات لترويع الآمنين وقتل الأطفال وتشريد العائلات، بل شن عدوانه كذلك على أسرانا القواسم الذين يصابرون ويصبرون على كيد الأعداء. فلم ينل هذا العدو من عزيمتهم ومن إصرارهم
الحرية وعلى كرامتهم وكرامة وطنهم وأبناء شعبهم. فما زال أسرار البواسل، ما زالوا طليعة الخير ورائد العزة والكرامة والحرية والتحرير، إلى أن يقضي الله أمرا كان مفقودا. ومن علياء هذا المنبر الشريف نوجه التحية لكل أسرار البواسل ولحرائر فلسطين الأبية على صبرهن وإصرارهن وثباتهن. نعم، نوجه التحية لأولئك الذين يمسكون عن الطعام والشراب لنيل الحرية والعزة والكرامة، وكذلك لأولئك المرضى الذين حرمهم الاحتلال وسجانه الظالم من أن يتداووا ويضمن هذا الحق لهم كما يضمن لكل أسير في هذا الحال. نوجه لهم التحية وندعو الله سبحانه وتعالى أن يقوي عزمهم وعقيدتهم وأن يشد على أيديهم وأن يجعل الطمأنينة والعزة في قلوبهم إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. أيها المسلمون، فهذه الأرض أرضنا وهذه البلاد بلادنا وهذا الوطن وطننا، ولن نغادره تحت ضغط جائر أو تآمر متآمر، بل سنبقى على الوعد مع الله تعالى إلى أن يأذن الله بنصره، وما النصر إلا من عند الله. جاء في الحديث الشريف أن كل ميت يختم على عمله إلا المرابط، فينمى له عمله إلى قيام الساعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فيا خمس المستغفرين استغفروا الله وادعوا الله وأنتم موقنون بالله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، ولك بنعمتك علي وبذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. استغفر الله، استغفر الله العظيم وتوب إليه، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله أحد لله أن يعمل دينهم ودنياهم حتى يفوزوا بنعم الله وينالوا رضوانه. اللهم صل على
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى واهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد أيها المسلمون، يقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يا نار الإصرار والنار، وهذا المسجد الأقصى المبارك الذي تشدون إليه رحالكم في جميع الأيام والأوقات، تعبدونه بالعبادة والإيمان والذكر والتلاوة، تعبدونه أمام هجمة المستوطنين كذلك عليه لينالوا من قدسيته. وما ذرهم لأن كل ما يقومون به هو رضوان في مرى جميع العالم، وهو ليسر لا يفكر من حقيقة المسجد الأقصى شيئا. المسجد الأقصى هو لكم للمسلمين وحدهم حيثما حلوا ونزلوا، وكل ما يتم من اعتداءات واقتحامات للمسجد الأقصى المبارك هو عدوان على هذا المسجد المقدس، ترفضه الشرائع كما يرفضه أبناء شعبنا الصابر المعارض، ويرفضه كل حر يؤمن بحرية العقيدة وحرية الوصول إلى أماكن العبادة لأتباع كل دين. أيها المسلمون، يا أبناء ديار الإصرار والمعراج، ومن المحاولات الظالمة التي يمارسها الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك ومحاولات التدخل في شؤون هذا المسجد، العمرانية أو الوظيفية، ففي الآونة الأخيرة مع هذا الاحتلال بعض حراس المسجد الأقصى من مزاولة أعمالهم، وأدخل بعضهم وأبعد بعضهم خارج المسجد الأقصى كما يفعل مع المواطنين والمصلين بإبعادهم عن المسجد ومنعهم من الصلاة فيه لفترات متعددة. أيها المسلمون، يا أبناء ديار الإسراء والمعراج، وكلما ضاقت حلقات الظلم أو اتسعت، كلما اتسع صدر المؤمنين وكلما زاد صدرهم وكلما رأهم على أن الحق قادم وأن الفرج مع العسر وأن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين، جعلنا الله وإياكم من المرابطين في المسجد الأقصى إلى يوم الدين. آمين. ومن المعمرين للمسجد الأقصى، يبقى هذا الشعار مرفوعا إلى يوم الدين، لأنه شعار العزة وشعار الإيمان وشعار الثقة بالله سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اللهم ردنا إلى
آمين. وهيئ لنا وللمسلمين فرجا عاجلا قريبا وقائدا مؤمنا رحيما يوحد صفنا ويجمع شملنا